مئة أهلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. استراتيجية جديدة للإقراض المصرفي يطلقها البنك المركزي العراقي للخمس سنوات الجاية. الاستراتيجية راح توجه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية من خلال تمويل المشاريع التي لا يمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة. زين، شنو فائدة ذلك للقطاع المصرفي وللمواطن؟ راح يسهم برفع مستوى التنمية بالبلد؟ وشنو تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير العمل المصرفي؟ راح تنجح لو جابه الفشل؟ وشلون يمكن تقوية الأمن السبراني والحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ والأهم من هذا، شنو الخطوات الفعلية للتحول الشامل للدفع الإلكتروني؟ وشلون يستفاد القطاع الخاص من هاي المشاريع، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وكل هاي الخطوات راح تساهم بتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. وقبل هذا وذاك، هل راح تنجح بإعادة ثقة المواطن بالقطاع المصرفي؟ نناقش كل هاي المحاور وأكثر بحلقة اليوم من بالعراقي. ونستهل حلقة اليوم بتفاصيل استراتيجية البنك المركزي العراقي ومحاورها على أمل معالجة التحديات اللي تواجه الاقتصاد العراقي. استراتيجية مالية خمسية أطلقها البنك المركزي العراقي ترمي لتحقيق سبعة أهداف تشمل جوانب مكافحة غسيل الأموال والانخراط ضمن القواعد العالمية المتبعة مالياً ومصرفياً لدعم الاستقرار النقدي والأمن السيبراني. البنك المركزي يتطلع في هذه المرحلة إلى إعادة الثقة بالنظام المصرفي، خاصة بعد العقوبات التي طالت قسم من المصارف العراقية. التقنيات المستخدمة بالتأكيد ستساهم بالتسريع بموضوع منع استغلال المنصة الإلكترونية أو حتى التحويل المباشر لاحقا في عمليات خروج الدولار لأغراض غير العراقيين. يرى مختصون أن الأهداف التي يعمل عليها العراق ماليا واقتصاديا ووضعها ضمن استراتيجية خمسية تسهل عليه التطبيق، بجانب أن هكذا أنواع من الاستراتيجيات تطلق لأول مرة في البلاد. منح المواطنين القروض بشكل يسير، حسب تصريحات البنك المركزي العراقي تم صرف أكثر من 11 تريليون دينار عراقي لمشاريع الإسكان من خلال مصرفي العقاري والإسكان. وكذلك في هذه الخطة سيتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغية تشغيل العاطلين عن العمل في العراق وتسهيل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المواطنين والشباب الخريجين والعاطلين عن العمل. ويواجه النظام المالي والمصرفي في العراق تحديات كبيرة ولدتها الظروف السياسية والأمنية بعد عام 2003، منها عمليات غسيل الأموال والتهريب والفواتير الوهمية، فضلا عن رغبة الحكومة المركزية بتحويل التعاملات المالية إلى جانبها الإلكتروني بما يعزز الرقابة والشمول المالي، وهي أهداف تستلزم وقتا وجهدا يحاول البنك المركزي توفيره. ويركز البنك المركزي العراقي في استراتيجيته الجديدة على أهمية مغادرة نافذة بيع العملة الأجنبية والاعتماد على التحويلات البنكية الخارجية، مع زيادة احتياطات الذهب وطرح إصدارات جديدة من العملة ذات الجودة العالية، فضلاً عن تحويل العمليات البنكية إلى التعامل إلكترونياً. من بغداد، سرمد القاص، الحرة.
أرحب بضيوفي من بغداد، دكتور عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، وعبد الرحمن الشيخ للخبير المصرفي، ومن مسقط دكتور أحمد صدام أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة البصرة. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام، وما شاء الله اليوم وياي نخبة من المختصين في مجال الاقتصاد، كل الخير والبركة بهم من حضر معنا ومن لم يحضر. إذا دعوني نتعرف بدءاً مع دكتور عبد الرحمن المشهداني على الاستراتيجية الجديدة اللي أطلقها البنك المركزي العراقي وأهدافها. شكرا جزيلا أستاذ عادل، تحياتي لحضرتك للضيوف الكرام، كل عام وأنتم بألف ألف خير، وإلى كل المشاهدين الأكارم. طبعا هذه الاستراتيجية 24-29 البنك المركزي يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، يعني أول هذه الأهداف اللي هي زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، زيادة التحول، يعني استخدام آليات الحوكمة المالية والضريبية، لأنه إحنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع، والدليل على ذلك أنه العدد الكبير من المصارف اللي شملتها العقوبات بالآونة الأخيرة. يسعى البنك المركزي أيضا إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، لأنه تعرف حضرتك هناك تناقض في السياسة المالية والسياسة النقدية، السياسة المالية توسعية والسياسة النقدية يفترض أن تكون انكماشية حتى تعالج هذه الإجراءات. المشكلة أيضا من الأهداف اللي يسعى لها البنك المركزي في هذه الاستراتيجية، طبعا هي ضمن الاستراتيجية الأساسية وليس فقط في الإقراض، أنه سحب الجزء الأكبر من العملة المصدرة، لأنه إحنا تقريبا الآن 90% من العملة المصدرة هي خارج الجهاز المصرفي، هي واحدة من أسباب التلكؤ وضعف القطاع المصرفي، لأنه الأموال أصلا هي تدار وتدور في السوق العراقية خارج الجهاز المصرفي، وهو أيضا يسعى إلى تحقيق الشمول المالي. وهدف أساسي للحكومة وللبنك المركزي أنه كيفية تعزيز الإيرادات غير النفطية من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، وتكون مساهمة القطاعات الحقيقية الصناعة، الزراعة، السياحة، الخدمات مساهمتها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. هذا بشكل عام الخطوط العامة الاستراتيجية. أنا أعتقد أنه أهم هذه الأهداف اللي هو تعزيز الحوكمة، الحد من عمليات غسل الأموال، تمويل الإرهاب، خاصة أن العراق بدأ يطبق معايير الامتثال الدولية. والجانب الآخر هو يشترك مع الحكومة ويشترك مع مؤسسات أخرى في تطبيقه. نعم جميل، هذه ملاحظات مهمة جدا، ودعنا يعني نتعرف أكثر من خلال أستاذ عبد الرحمن أيضا، لكن عبد الرحمن الشيخلي. أستاذ عبد الرحمن، خلينا نتحدث عن الأسس والمبادئ التوجيهية اللي يستند إليها البنك المركزي بتصميم استراتيجيته الجديدة، وعلى الأهداف بحقيقة الأمر هذه المرسومة، يعني أشار إلى أنه خطة خمسية ولديه سبعة أهداف، كيف يمكن تحقيقها؟ ابتداء شكرا جزيلا إلى جنابك وإلى ضيوفك الكرام والأستاذ العزيز الدكتور عبد الرحمن المشهداني والأستاذ أحمد صدام. حقيقة أنه هذا الأمر أولى إدارة البنك المركزي بأهمية كبيرة جدا لما لها من تأثير على سمعة البنك المركزي وإدارته. يعني لاحظ جنابك قبل فترة عندما تعرضت كثير من المصارف العراقية إلى حظر في تعاملاتها بالدولار، أسيء فهم هذه المقاطعة أو هذا العقوبة اللي سماها الدكتور عبد الرحمن إلى المصارف، وبالتالي عكفوا المواطنين على إيداعاتهم، بالرغم من أنه بالأساس مثل ما ذكرنا أنه الكتلة النقدية اللي تعمل خارج القنوات المصرفية أكثر من الكتلة اللي تدار ضمن القنوات المصرفية. فعلى هذا الأساس الاستراتيجية اللي رسمها البنك المركزي الآن، خاصة بموضوع الإقراض بعد التجربة ما أقول فشلت، ولكن ما أدت دورها مثل ما كان مطلوب، اللي هي مبادرة البنك المركزي اللي بوقتها قلنا سميناها أم 5 تريليون، لكنه وصل إلى حد 13 تريليون دينار عراقي وزعت ولم تؤدي أهدافها بالشكل المطلوب. ولذلك كانت هذه الإدارة الآن بهذه الطريقة للخطة الخمسية الجديدة للإقراض، هو أن يضع النقاط على الحروف لهذه القروض ولأهداف حقيقية استثمارية تودع في أماكنها الحقيقية، وليس كما كانت بالسابق المواطن يجي يقترض وما يؤدي دوره ولا يساهم في بناء الاقتصاد العراقي. فلذلك الآن هذه الخطة مثل ما
ذكرت لك طبعا احنا الكهرباء عندنا كل ساعه قام مقطوعه و... هاي وحده من الاستراتيجيات. نسمع صوتك احنا دا نسمع صوتك دكتور عبد الله على كل اي لا المهم رجعت الحمد لله. فالقصد انه هذه الامور لازم توضع ضمن سياقات، وموضوع الحوكمه مهمه جدا والرقابه، واعتقد مجلس الوزراء بمبادرة سابقة عقد اتفاقيات مع شركات رصينة للرقابة الدولية حتى تراقب إداء هذه المتطلبات. فلهذا ما راح تكون مثل ما بالسابق هناك هدر بالأموال وبالتالي خروج عن ما هو مطلوب من عندها، وإنما سيتم تحت قبة البنك المركزي وتحت السياسة اللي رسمتها لأغراض مستقبلية وحقيقية. فإذا الآن احنا كل التفاؤل وكل الخير نتأمله من خلال هذه المبادرة، وبالتالي احنا يعني مثل ما ذكرت قبل قليل جنابك انه احنا ما يصير نظل نعتمد على الريع النفطي، لابد من اتخاذ خطوات باتجاه تنويع مصادر تمويل الموازنة من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات. فإذا المفروض الآن يكون هذا الإداء إداء حقيقي وجاد ومتابع بشكل سليم جدا، وخلي نقول بالمثل البغدادي نخلي الفلوس بمكانها، ما يصير نبعثر بها بمكان مثل ما صارت خلال العشرين سنة اللي ماضية. هذا اللي أتمنى أنه يصير. نعم. طيب يعني خلينا نشوف رأي دكتور يعني صدام حول هذا الموضوع. وواحد من الأهداف دكتور أحمد يعني اللي يعني من المفترض أن ينتهجها البنك المركزي ضمن هذه الاستراتيجية أنه وضع خطة لإغلاق نافذة بيع العملة الأجنبية، برأيكم يعني هذا ممكن التحقيق؟ شكرا جزيلا أستاذ عادل وتحياتي لحضرتك وللضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام، وعيد مبارك للجميع. نعم هذه الخطة ممكنة ولكن لا يمكن أن تتحقق ضمن المدى القصير، أكيد هي تحتاج إلى وقت. العامل الأساسي يتمثل طيب هو خطة الخمسية دكتور أحمد، خطة خمسية يعني خمس سنوات، خلال خمس سنوات ممكنة للتحقيق لو تأخذ أكثر من هذا الوقت؟ أعتقد تأخذ أكثر، لأنه مشكلة العراق والكل يعلم ذلك في الثقافة المصرفية ومسألة الثقة في النظام المصرفي. ولهذا إذا كنا نلاحظ أنه قبل أيام أو أسابيع قليلة البنك المركزي رفع سعر الفائدة للإيداع في المصارف إلى حدود 7.5%. هذه خطة جيدة يحاول من خلالها البنك المركزي تشجيع المودعين مثلا لإيداع أموالهم وفتح الحسابات. هذا الأمر ينسجم مع الشمول المالي بحيث يزداد عدد المتعاملين مع المصارف والخدمات المصرفية. إذا ما ارتفع مستوى الإقبال وارتفع عدد الحسابات، يعني حتى الآن في العراق لا تقريبا هناك ما يقارب 15 مليون حساب مصرفي، وهذه معظمها يعني 10 ملايين منها و11 مليون هي موظفين ومتقاعدين، وبالتالي هناك حاجة إلى تعزيز مستوى الثقافة المصرفية، التعامل مع المصارف في سبيل سحب الكتلة النقدية. يعني الدكتور المشاداني أشار إلى أنه 90% من الكتلة النقدية هي خارج إطار الجهاز المصرفي. المسألة الأخرى أيضا إذا كنا نتحدث عن استراتيجية البنك المركزي للخمس سنوات المقبلة، تحتاج إلى دور حكومي. يعني هناك ما يقارب 70 تريليون دينار عراقي هي عبارة عن قروض حكومية، وهذه تشكل مزاحمة في الاقتصاد crowding، وبالتالي يفترض من الحكومة أن تعمل تدريجيا على إرجاع هذه القروض في سبيل إعادة تشغيلها في مجال الإقراض بحيث تتحول إلى مشاريع حقيقية. أيضا هذه الاستراتيجية تستوجب وجود سياسة اقتصادية تتوازى معها، تحدد مثلا أولويات الإقراض أو سياسات الإقراض، وهنا ممكن أن تعتمد السياسة الاقتصادية مثلا على قوائم الاستيرادات. مثلا ما هي السلع الأكثر استيرادا والتي من الممكن مثلا إنتاجها في الداخل؟ من خلال هذه القوائم ممكن أن تحدد أولويات المشاريع التي يقوم البنك المركزي بتشجيع الإقراض على هذه المشاريع مع منح التسهيلات الأخرى الملازمة لذلك. هذه النقاط إذا تحققت على أرض الواقع، هذا ممكن أن يحقق من جدول اقتصادية لهذه الاستراتيجية في سبيل تحقيق يعني أو الشروع بالتنويع
الاقتصادي بما ينسجم مع البرنامج الحكومي. طيب يعني خليني أسأل أستاذ أحمد، يعني هنا شنو التحديات المتوقعة التي ربما تواجه البنك المركزي في تنفيذ استراتيجيته هذه؟ أول تحدي ممكن أن يتمثل في المعايير، يعني ما هي المعايير التي سوف تضعها المصارف في سبيل الإقراض بشكل صحيح؟ والسيد الضيف أشار إلى أن هناك حاجة إلى إقراض حقيقي ترتفع من خلال هذا الإقراض الجدوى الاقتصادية في مشاريع حقيقية، وبالتالي هذا الأمر يعني يرتكز بالدرجة الأساس على مستوى دور المصارف ونزاهتها مثلا في منح القروض بعيدا عن المحسوبيات والمنسوبيات وغيرها، في منح القروض لمشاريع ممكن أن تخدم الاقتصاد وممكن أن يتحقق ذلك مثلا من خلال جدوى اقتصادية حقيقية. هذه كلها تحتاج إلى عوامل وإلى مؤشرات تقييم مثلا لدراسات الجدوى المقدمة للمتقدمين على هذه المشاريع حتى نقلل في المستقبل من مستوى مثلا الديون المعدومة. يعني يعلم هناك الكثير من الأموال أقرضت وذهبت في مشاريع غير إنتاجية وأصبحت قسم كبير منها أصبح ديون معدومة لم تتحقق الجدوى من كل ذلك. وضع المعايير وتدقيقها و منح او اقراض الاموال بشكل حقيقي هذا ممكن ان يقلل من هذه المشاكل بنسبه كبيره، وبالتالي ينسجم هذا الامر مع سياسه البنك المركزي العراقي. اذا النقطه الاساس والمرتكز الرئيسي هو دور المصارف في مجال الاقراض في مشاريع حقيقيه ممكن ان ترفع من مستوى القيمه المضافه. علينا ان نتذكر انه هناك بعض الدراسات تشير الى ان القطاع المصرفي حتى الان لا يساهم بأكثر من 2%. نعم. هذه الاستراتيجية إذا ما استندت بشكل صحيح ممكن أن ترفع من مستوى مساهمة القطاع الخاص بشكل حقيقي، ولكن كما ذكرت مسبقا يستوجب ذلك سياسات وتسهيلات تتوازى مع البنك المركزي في سبيل يعني تشجيع الإقراض بالمشاريع التي تحددها أولويات السياسة الاقتصادية. أهلا بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي، وفيها نتابع كيف يمكن توظيف استراتيجية الاقتراض المصرفي. دكتور عبد الرحمن المشهداني، يعني شلون يمكن هنا استراتيجية البنك المركزي العراقي الجديدة للاقتراض المصرفي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ هو الحقيقة الموضوع لا يتعلق فقط بالبنك المركزي، البنك المركزي ممكن أن هي الأموال، لكن المشكلة هناك مؤسسات أخرى لها علاقة بهذا الموضوع. لكن خليني بس أرجع شوية بموضوع التحديات اللي أشار لها دكتور صدام مشكورا. نعم. واحد من أهم التحديات في نجاح هذه الاستراتيجية من عدمها أنه كيفية تعزيز أو تجسير الثقة بين الجمهور وبين القطاع المصرفي بشكل عام، يعني مو فقط يعني هاي الثقة تقريبا ضعيفة تكاد تصل إلى الصفر بدءا من عام 1990 وإلى اليوم لم تستطع أن تجسر هذه اللي هو. والدليل على ذلك أنه ما أشرت إلى وأشاره إلى الزملاء أنه الجزء الأكبر من الأموال هي موجودة خارج الجهاز المصرفي، وحتى القطاع المصرفي الخاص لم يستطع أن يستحوذ على نسبة جيدة. يعني احنا عندنا الان 7 مصارف حكوميه تستحوذ على 89% من حجم حصتها من الودائع من الائتمان. طبعا هذا لانه الحكومه هي اصلا هي مصارف الحكومه، والحكومه هي يعني وكيلها، والقطاع الخاص العراقي لم يستطع ان يستحوذ حتى على 12% اقل من هذه النسبه. فهذه نقطه مهمه جدا. شكلوا شركه ضمان الودائع، هذه الشركه ايضا المفروض تكون لها دور كبير، لكن لان السقف الاعلى للضمان 100% من الودائع الجمهور هو 25 مليون ورقم قليل لا ينسجم مع حجم المدخرات اللي موجودة لدى الأفراد. عموما أنا أعتقد أنه المبادرة طرحها البنك المركزي كيف ممكن نسهل عمل المبادرة بالتعاون مع الجهات الأخرى. يعني إحنا عندنا المشكلة في تسجيل المشاريع. أنا الآن في فريق دعم الصناعة ضمن هيئة المستشارين. طيب أنا قبل أن تكمل الصلاة. دكتور عبد الرحمن خلينا نسمي لو سمحت يعني فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذا سميناها فقط ثم أكمل لو سمحت. نعم هو المشاريع الصغيرة يعني إحنا عندنا حتى اختلاف بتسميتها، يعني أكو فرق بين الجهتين اللي مسؤولة عن
المشاريع يعني من حيث العدد، اتحاد الصناعات له مسميات ووزارة الصناعة لها مسميات، لكن البنك يعني المركزي سماها بالتأكيد، سماها أخذ الرقمين يعني أخذ التقديرين اللي من اتحاد الصناعات العراقي ومن التنمية الصناعية في تسمية هذه المشاريع. عموما هو المشكلة مو بالتسمية، المشكلة في كيفية الحصول على الائتمان. يعني التقارير الدولية تشير، احنا طبعا على تماس بهذا الموضوع، انه العراق في ذي القائمة الدول اللي تسهل لاصحاب المشاريع الصغيرة، لاصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة عملية الحصول على الائتمان. يعني هي شوف واحدة من الشروط المجحفة بموضوع منح الائتمان انه يحتاج الى كفيل ضامن. انا اتقدم على مشروع صغير حتى احصل على من المليون الى 50 مليون دينار عراقي، لابد أن يكون موظف وما متكفل شخص آخر، يعني ما مقترض شخص آخر. واليوم أصبح اليوم من الصعب جدا أنه نوفر موظف حتى يتكفل أنه صاحب مشروع ما عنده يمكن علاقة به أو يعرفه. فهذه واحدة من طيب بالحالة كيف راح يتم الأمر؟ كيف راح يتم؟ يعني هذا نوع من التعقيدات اللي يعني ربما ستعترض الافتراض. أكيد، يعني أنا ضمن فريق دعم الصناعة يعني عملنا ينحصر بالمشاريع المتوسطة والكبيرة، بدنا نعمل على استحصال موافقة الحكومة إنه يكون بضمان المشروع مثل كل دول العالم. كل دول العالم إنه المشروع هو ضامن نفسه، خاصة بعد أن يصرف 15% من قيمة المشروع في بناء المشيدات، المباني، المخازن، ثم بعد ذلك من يريد يقدم للقرض المشروع يكون ضامن نفسه. إحنا هذا لحد هذه اللحظة ما معمول به، وبالتالي مسألة الضمانات مسألة مهمة. وعندنا أيضا نقطة خلافية أكيد الأستاذ عبد الرحمن راح يأيدني بها، مشكلة الضمانات العقارية. إحنا أكو عندنا فرقين، أكو قيمة سوقية وأكو قيمة دفترية. يعني اليوم أنا من أريد أروح أقدم على مشروع يريد مني ضمان عقار، الضمان بدوائر البلدية والدوائر الضريبية مسجل بقيمته قبل 20 سنة، يعني مثلا سعر المتر 500,000 دينار، بينما هو قيمته السوقية يمكن يصل إلى 6 مليون أو 10 مليون. لا تزال الدوائر المعنية تتعامل بالقيمة الدفترية مو بالقيمة الفعلية، وبالتالي أنا حتى أحصل على قرض 100 مليون أو 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 مليار يحتاج إنه أرهن لفت 50-100 بيت حتى ممكن أصل إلى 130. طيب ما هو دكتور عبد الرحمن، يعني هو هنا هي الإجراءات الاستراتيجية من ضمن يعني خطواتها للبنك المركزي بأنه عملية تسيير يعني هذه القروض بشكل يسير أن تصل لطالبيها في هذه المشاريع المهمة. احنا أستاذ عادل إذا تسمح لي، أنا طبعا ضمن هذه الهوسة من أكثر من سنة يعني، نعم واسمح لي أسميها الهوسة. إحنا مو كل اللي مكتوب ممكن وقابل للتطبيق. يتذكر أستاذ عبد الرحمن جيدا لأنه إحنا كنا في فريق واحد، مسألة المنصة وتسهيل عملية الدخول إلى المنصة، عملنا على تقديم كل الإجراءات والتسهيلات من البنك المركزي ومن الحكومة، لكن واجهتنا أن المصارف كانت تضع العراقيل أمام صغار التجار في كيفية حصولهم على فتح الحساب. يعني فتح الحساب كانت عملية تواجه عملية صعبة، وصلت آخر مرحلة بعد أن يستحصل موافقة مسجل الشركات ودائرة الكاتب العدل باعتبار أنه مشروع صغير. كانت المصارف تطلب منه وديعة، قسم من المصارف 100 مليون وقسم مصارف 300 مليون أن تكون وديعة ثابتة بالمصرف حتى يفتحوا له حساب، حتى يسمحوا له بالتحويل 100,000 دينار. وبالتالي هذا الأمر غاية بالصعوبة. أنا أنا حتى تحدثت مع السيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع، انه انا اذا عندي 100 مليون ليش اروح افتح حساب بالمصرف واخليه وديعه ثابته؟ ما ابقى اشتغل بالدولار من السوق السوداء الى ان تلزموني. فزين، يعني من غير المنطقي انه مثلا نضع هذه العراقيل الفرعيه. ما طيب. كتب بالاستراتيجيه حلو وقابليته للتطبيق. طيب وانا هو اريد انتقل ادبني على كلام حضرتك، يعني حضرتك تقول يعني مو كل مكتوب يعني ممكن التحقيق، وخليني انتقل يعني من المشهداني للشيخ لي وخلينا نشوف شو يقول. يعني بالحاله بانه هذه الحكومه يعني راح تدخل بانتخابات سنه وداخلين بانتخابات حكومه جديده، وهاي خطه خمسيه معناته بانه راح تتغير السياسات وتتغير التوجهات، معناته بانهم ما ممكن مثل ما قال الدكتور المشهداني يعني ما ممكنه التحقيق يعني ربما هذه الامور.
طبعا إذا تسمح لي ويسمحوا لي زملائي الإخوان، بصراحة مثل ما تفضل الدكتور عبد الرحمن، إحنا نعاني من هاي المشكلة الإجراءات الإدارية. يعني لاحظ خلال 20 سنة اللي قبل هذه السنة الأخيرة كانت هنالك الكثير من الآمال والأماني والدنيا الحلوة الخضراء اللي كنا نتوقعها تصير، وما صار كل شيء. هذه السنة الأخيرة، هاي السنة الأخيرة بالذات شوية بدأت تتحرك، وبعد ما لمسنا على قولة العربي ما لهمنا ليه هسه كل شيء من الخير. أي. بس دنشوف أكو فالتحرك بالاتجاه الصحيح. إذن المواطن العادي يريد يلمس هذه التفاصيل. يعني أنا من أسوي مشاريع متوسطة وصغيرة، مو أسوي أفتح حلاق حتى يروح يأخذ فلوس 10-15 مليون حول حد 20 مليون ويروح يبدل أثاث بيته، ورا سنة زمان يجي ما عنده فلوس يسدد، وبالتالي فشلت هاي المشاريع بشكل كبير جدا. لازم يصير دراسة جدوى حقيقية، لازم يصير متابعة، لازم يصير مراقبة. وبعدين هذا الموضوع الكفالة موضوع جدا جدا مهم. يعني كثير من الناس يتعذر عليه أنه يحصل كفيل، ولذلك يعني حتى كوش مبادرة يمكن ذكرها دكتور عبد الرحمن، مبادرة 100 راتب اللي وزعت إلى المواطنين الموظفين، وهذه كان إلها صندوق خاص، هذه وزعت المبالغ ولم يستعاد من عندها لحد الآن أي شيء، وبالتالي فشلت المبادرة، والمواطن اللي أخذ راتب إما استقال وإما انفصل من وظيفته وإما طلع لي سبب من الأسباب، وبالتالي بقت في ذمته وماكو نتيجة، الأموال راحت وما حقدر يطلع يرجعها. فإذا يجب أنه إحنا نقول هذه الخطة الجديدة الخمسية الاستراتيجية الحقيقية يجب أن تتابع بشكل منتظم، وبنفس الوقت لازم يكون هنالك تسهيلات حقيقية قادر على أن ينفذها المواطن، وليس كما يعني لاحظ هسه إحنا موجودين في العراق وفي بغداد بالذات، تريد تحصل قرض أنت تروح تتوسل وتسوي واسطات، وأحيانا تدفع رشوة لزميلك وصديقك وأخوك اللي حتى يجي يتكفلك، وبالتالي حتى تفرغ من محتواها المبادرة هذه. فإذا في حين مثلا دول الجوار، نأخذ على سبيل المثال إحدى دول الجوار، تمشي بالشارع أنت تلقى قطعة باب المصرف يقول لك ادخل بدل سيارتك بدون مقابل، ادفع سيارتك بهذا وإحنا نشمل لك البقية وادفعها على أقساط. احنا هاي الشغله ما عندنا. طيب دكتور استاذ الشيخ لي يعني خليني نعم. يعني اتوقف عندك، هذه نعم. ملاحظه مهمه جدا نعم. طيب اذا نعم. البنك المركزي مقدم يعني هذه الخطه الاستراتيجيه عند جادين الناس، يعني الناس اصحاب نعم. اختصاص من وضع هاي الخطه نعم. مثل حضرتك وغيرك نعم. يعني ايضا وضعوا هذه الخطه، عندهم نيه صادقه بانه نعم. للتحول وتحقيق اندماج مالي حقيقي، بانه تطوير النظام المصرفي والمالي العراقي. طيب وين المشكله إذا كانوا هم جادين، وين المشكلة تكمن؟ المشكلة بالنوايا، النوايا الحسنة هي أقرب طريق إلى الشيطان. مو إحنا ما نريد نوايا، إحنا نريد أفعال حقيقية. النوايا موجودة الحمد لله والشكر، كل من يجي يقول أنا نوايا وأنا رح أرسم وأنا رح أسوي وأنا وتالي كل شيء ميسر. بعدين هذا التراكم بالخبرات يفترض أنه يكون موجود. يعني أنت تدري لحد الآن فلان هذا طلعوه، هذا مو زين، هذا مدري إيش مظاهرات بباب البنك المركزي، والله ليش ارتفع سعر الدولار وخفض سعر هذه التفاصيل يجب أن تكون هنالك ثقافة مصرفية لدى المواطن، يعرف أنه هذه الأمور شلون تصير، وهذه الثقافة شلون تتحقق. ما تتحقق يعني بشكل عشوائي، لابد أنه يكون لها دور للمؤسسات المصرفية. يعني أنا مثلا إذا أريد أسحب فراد قرض أو أروح أو وادع فلوسي في أحد المصارف الحكومية، أروح أعامل معاملة سيئة جدا حتى أخذ فلوسي، وهكذا حتى في المصارف الأهلية اللي بعضها لا تمتلك القدرة على سداد الديون الإيداعات مالتها للمودعين. فهذه التفاصيل يفترض أنه تؤخذ بنظر الاعتبار عندما تكون هنالك أي مبادرة. يعني نعم مثل ما جنابك أنت تفضلت، نوايا حسنة، نعم نوايا حسنة ورغبة حقيقية لوصول إلى نتائج جيدة، لكنه المعوقات أنت وقفت عليها لاحظت شلون. هسه نضرب لك مثال قبل قليل دكتور عبد الرحمن قال لك أنا أروح أدور لي على كفيل، ولازم الكفيل موظف ولازم ما يصير عسكري، يمكن بالآونة الأخيرة وافقوا حتى على العسكري. العسكري يومين ثلاثة وطلع من الوظيفة لأي سبب من الأسباب،
وراحت التفاصيل. طيب وروح جيب لي يعني هذه العراقيل. نتمنى من صاحب القرار يعني من صانع القرار ايضا يستمع الى هذه العراقيل التي تعيق تنفيذ الخطط، وهي خطط مهمه جدا لو نفذت على الارض. نعم. لوجدت يعني حقيقه الامر تغير الشيء الكثير بالاقتصاد العراقي. نعم. دكتور احمد خليني. نعم. يعني هنا ومع نذهب مع النوايا الصادقه فيما يتعلق باتجاهات البنك المركزي العراقي. الناس دا يتحدثون عن المشاريع الصغيره والمتوسطه ويتحدثون عن معالجه يعني البطاله ايضا، يعني بهذه الحاله الطبقات الفقيره والمحتاجه بالمجتمع العراقي مستهدفه ضمن هذه الاستراتيجيه، ممكنه ان تحفز جانب معين ان تخلق فرص عمل جديده هذه الخطه الاستراتيجيه خلال 5 سنوات؟ بالتاكيد راح تكون بالتعاون مع جهات اخرى. هذه الاستراتيجيه ممكن ان تعالج ولكن بشروط، يعني الاساتذه ذكروا انه هناك مشاكل وهناك تشخيصات موجوده مسبقه، يعني الدكتور عبد الرحمن مثلا ذكر مساله تسجيل. هناك مؤشرات وهناك بيانات موجوده، تذكر قسم منها مثلا تسجيل الملكيه للقطاع الخاص بالعراق، وهذا مذكور طبعا في مركز دول منظمة المؤتمر الإسلامي والعراق واحد منها، يعني هذه إحصاءات رسمية مأخوذة من وزارة التخطيط حسب ما مذكور في الموقع. مثلا تسجيل الملكية للقطاع الخاص يستغرق 51 يوم، بينما في دول أخرى على سبيل المثال في الأردن بالتليفون، في السعودية يوم ونص، يعني خلينا نقارن في دول الجوار. هذه مشكلة، هذه تعيق القطاع الخاص، وبالتالي هذه تقلل من مستوى الإقبال مثلا على الاقتراض وتفعيل دور القطاع الخاص، إذا كانت الغاية من الاستراتيجية هي تفعيل دور القطاع الخاص. لنذهب مثلا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هناك مؤشر دولي اسمه مؤشر كثافة الأعمال New Business Density، وهذا موجود يقيس مستوى كثافة الأعمال لكل 1000 نسمة. مؤشر العراق الآن محدد بحدود 1 بالألف، يعني هذا يقيس بالضبط مستوى وعدد المشاريع الجديدة المسجلة في السنة لكل 1000 نسمة. العراق 1 بالألف، قارنتها بنفس الدولة مثلا في الأردن، في الأردن 4.5 بالألف، في السعودية 6.5 بالألف، وبالتالي هناك هذا يعني أنه هناك صعوبة في الأعمال. وإذا رجعنا إلى مؤشر آخر أيضا هو Ease of Doing Business، مؤشر سهولة الأعمال، أيضا العراق يتذيل القائمة. وبالتالي ما أقصده من هذا أنه هناك حاجة إلى معالجة هذه المشكلات، علينا أولا أن نعالج المرض وبالتالي حتى نحصل نتائج جيدة من هذه الاستراتيجية. ولذلك ذكرت في السؤال الأول من البرنامج أنه يجب أن تتوازى السياسة الاقتصادية والإجراءات المؤسسية والإصلاحات المؤسسية مع هذه الاستراتيجية حتى تؤتي أكلها بشكل حقيقي. عدا ذلك أكيد سوف تعاني أو يعاني البنك المركزي من صعوبة في تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. علينا تحديد المشاريع وأقصد السياسة الاقتصادية، وضع تسهيلات، تحديد أولويات، هذه الأولويات هي التي سوف توجه رؤوس الأموال. على سبيل المثال يعني العراق اليوم يستورد مواد غذائية، إذا ما أرادت السياسة الاقتصادية مثلا تفعيل الصناعات الغذائية وتحفيز القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية، هذا ممكن أن تتوازن مع هذه الاستراتيجية من البنك المركزي، ممكن أن تتوازن معها مثلا سياسات في مجال الإعفاءات الضريبية أو منح الأراضي والتسهيلات في تحويل الملكية. كل ذلك ممكن أن يحفز رؤوس الأموال وبالتالي ينقل رؤوس الأموال من حالة الادخار إلى الاستثمار. أهلا بكم مجددا. تستمر محاولات السلطات النقدية والمالية العراقية بتطويق أزمة التحويلات المالية، خاصة بعد صدور عقوبات من الفيدرالي الأمريكي بحق عدد من المصارف الخاصة، ويرى مختصون أن هناك تحسنا في أداء المصارف العراقية وامتثالها لضوابط الخزانة الأمريكية، داعين إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
إصلاحات مالية واقتصادية اتخذتها الحكومة العراقية منذ صدور عقوبات الخزانة الأمريكية في كانون الأول يناير الماضي بحق 8 من المصارف العراقية الخاصة المتورطة بعمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار ودعم الكيانات والدول التي تقع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وتمثلت الإصلاحات المالية بالتضييق على عمليات تهريب الدولار والمضاربات عليه في الأسواق الموازية غير الرسمية. إلى ذلك يرى مختصون بالشأن الاقتصادي أن ثمة علامات تشير إلى أن المصارف العراقية بدت في الآونة الأخيرة أكثر حرصاً في تعاملاتها المالية. هناك توجهات ملموسة على أرض الواقع، استطاعت عدد من المصارف الأهلية أن تنجح في إجراء تحويلات مالية بمبالغ كبيرة جداً فاقت الحدود 100 مليار دولار أمريكي. هذا جانب. جانب آخر أيضا، بعض المصارف العراقية الأهلية نجحت في فتح فروع لها خارج العراق وفي تحقيق توأمة مع مصارف معلومة ومشهورة. وفي مجال التحويلات الخارجية أكد مختصون حاجتها إلى تعزيز الأنظمة المالية الرقمية وربطها بالمصارف العالمية لزيادة تدفق الأموال من الخارج للداخل. إذا ما أردنا تجاوز العقوبات لابد من الامتثال والقوانين، الامتثال للقوانين والبنود والسياسات النقدية الدولية والتعاون المشترك مع إدارات البنوك العالمية الرصينة وتطوير برامج الأتمتة الإلكترونية وحصر بيانات أرقام الأموال المحولة وفق برامج متطورة وحديثة، لأن قضية الاستيراد هي قضية شائكة جدا ونحتاج إلى عمل حديث في هذا الجانب. ويرى اقتصاديون أن تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني بما فيها التحويلات المالية الداخلية والخارجية وتعزيز الممارسات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية من شأنه وضع السياسة المالية في العراق على المسار الصحيح. بعد مرور 6 أشهر على آخر عقوبة أصدرها الفيدرالي الأمريكي على بنوك خاصة ورغم إجراءات الحكومة والمركزي العراقي لضبط التحويلات الخارجية، إلا أن التباين بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار ما زال كبيرا، ما يعني وحسب خبراء ماليين حاجة النظام المصرفي إلى مزيد من الضوابط والإجراءات الرادعة. ضياء محمد، الحرة، أربيل. أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين. إذن وصلنا إلى المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراقي ونتابع فيها أداء المصارف العراقية. دكتور عبد الرحمن المشهداني، خليني يعني أتحدث هنا، يعني خبراء المال يرون وجود تحسن بأداء المصارف العراقية، وهنا عندي يعني المستشار رئيس الوزراء الاقتصادي السيد مظهر محمد صالح أشار إلى أن العراق يحتل مرتبة متميزة ضمن المجموعات المالية الدولية اللي تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية الدولية، بما يجعل يقول العراق في مأمن عن أي مخاطر مالية دولية. ما طبيعة يعني هذه المخاطر المالية؟ هل العراق بمنأى عنها؟ وفيما يقول يعني الخبراء المصارف العراقية الخاصة هناك تحسن بأدائها، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ هو أكيد يعني بعد العقوبات اللي طالت 28 مصرف عملت كل المصارف العراقية المعاقبة وغير المعاقبة على الالتزام وتشديد الالتزام بمعايير الامتثال الدولية، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال اللي تتضمن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فأنا أعتقد أن المصارف العراقية بدأت يعني حتى وإن كانت هي سبقت هذه العقوبات لكن بدأ الالتزام واضح، والدليل على ذلك أنه عندنا 3 مصارف اليوم حصلت على تصنيفات جيدة ضمن يعني أطلقتها وكالات التصنيف الدولية. يعني أعتقد أنه بغداد واحد من هذه المصارف، العراقي التجاري واحد من المصارف، وأعتقد المنصور من مودز على ما أتذكر حصلت على تصنيف بي ماينس، وأنا أعتقد أنه هذا التصنيف جيد. أيضا البنك المركزي سعى إلى تطبيق جملة، يعني سعى إلى الزام المصارف بتطبيق جملة من المعايير، يعني واحد منها الحصول على تصنيف عالمي وتدقيق حسابات المصارف لـ3 سنوات الماضية من شركات تدقيق عالمية وكذلك رفع رأس المال. لكن الملاحظ أنه أنا أحترم أستاذنا العزيز، بالتأكيد هو كلامه سليم لأنه هذا يتعلق بـ 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 بآخر تقرير صدر للفاتف اللي هي مجموعة العمل الدولية في الشرق الأوسط اللي قالت أنه العراق ملتزم ويعني لا يزال هو في المنطقة البيضاء يعني خرج من المنطقة الرمادية في عام 2018 على ما أتذكر، لكن هذا التقرير
اللي أثبت أن العراق لا يزال هو ملتزم بالمعايير وهو ضمن المنطقة البيضاء. ولكن هذا الحقيقة يتناقض تماما مع الإجراءات اللي اتخذها الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي. كيف منا يكون هو ملتزم بمعايير غسل الأموال ومعايير الحد من عمليات تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، والخزانة الأمريكية تعاقب 28 مصرف بحجة إنه هذه المصارف غير ملتزمة بمعايير. طيب دكتور عبد الرحمن، هذه يعني هذه العقوبات وهذه الإجراءات اللي اتخذها يعني الفيدرالي الأمريكي، الخزانة الأمريكية اللي اتخذتها سبقت يعني ما صدر البيان اللي صدر بالبحرين يعني من فاتف يعني. أكيد نعم أكيد، لكن هي الولايات المتحدة الأمريكية هي عضو أيضا ضمن مجموعة الفاتف وهي مؤثر وصاحبة قرار. نعم، فأعتقد أنه هذه من التناقضات الموجودة. احنا الحقيقة الآن يعني أعتقد أنه بدينا نمشي صح باتجاه تطبيق هذه المعايير، ولو احنا عندنا الحقيقة تحفظات كثيرة على العقوبات. يعني ليست كل المصارف اللي شملتها العقوبات هي تستحق هذه العقوبات، قسم منها نعم يستحق، ولكن القسم الأكبر منها كانت ملتزمة بمعايير التحويل الخارجي بما يتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن طالتها ربما أكو معلومات ربما يعني مزيفة، ربما يعني لديهم سجل سابق في هذا الموضوع فطالتها العقوبات. نعم. طيب أنا خليني إذا بالحالة أسأل الأستاذ عبد الرحمن يعني الشيخ لي يعني حول هذا الموضوع وعن التحديات التي تواجه المصارف يعني هنا العراقية الخاصة. تحديات ربما تختلف يعني الآن اختلفت، ربما هل تتلقى دعما حكوميا؟ ما طبيعة هذا الدعم اللي تتلقى أيضا في ذات الوقت؟ طبعا هي المصارف الأهلية يعني اللي ذكر أسماءها السيد دكتور عبد الرحمن هي رؤوس أموال بها غير عراقية، ولذلك المخاطر اللي بها أقل من المخاطر في المصارف اللي ذات الرأس المال العراقي البحت واللي متأثر بأصحاب رؤوس الأموال. يعني الإدارة التنفيذية لها مشاكل ويا الإدارة المالكة. لما تكون الإدارة المالكة والإدارة التنفيذية منسجمة ومتطابقة في الرؤى راح تنتج إدارة جيدة جدا وبحوكمة حقيقية. لكن المشكلة اللي عندنا احنا بالعراق لحد الآن كثير من التأثيرات من أصحاب رؤوس الأموال وحملة الأسهم الأكثر في المصارف هم المتنفذين، ولذلك صارت هاي المشاكل وعوقبت كثير من المصارف. المصارف الثلاثة والأربعة اللي الآن تقييمها جيد جدا هي رؤوس أموال غير عراقية بها مشاركة لرؤوس أموال غير عراقية، ولذلك قلت لك التحفظات عندهم أكثر من ما موجود عندنا في المصارف الخاصة ذات التأثير العائلي أو ذات التأثير اللي حملت رؤوس الأسهم الأكثر. هاي المشكلة ممكن أن تتجاوز لو كان هنالك تطبيق للحوكمة المصرفية الحقيقية وفصل بين السلطة المالكة وبين السلطة التنفيذية المباشرة. هاي المشكلة واحدة من المشاكل. المشكلة الثانية أنه الآن يعني فعلا حقيقة المصارف وقعت الدرس وعرفت أنه راح تتعرض إلى مشاكل أكثر مما هي متعرضة عليها الآن من حجم التعامل بالدولار واللي هي تعتبر واحدة من أساسيات عملها دون أن تبحث عن مصادر ومنتجات جديدة. نعم. يعني هو المصرف مو بس منتجات يبيع دولار. المفروض أكو شنو عليك منتجات كثيرة متعددة تحقق أرباح لهذه المصرف وهذا المؤسسة المصرفية. لكنه بعد العقوبات اللي صارت واللي هي خلينا نقول رب ضارة النافعة وعت الدرس وقدرت تراجع نفسها وبدت تستخدم معايير دولية تنسجم مع المعايير العالمية وتطبقها على مؤسساتها المصرفية. بالسابق يعني لاحظ جنابك ويلاحظون أخواننا أيضا كثير من المصارف أصلا بها عاملين غير متخصصين. نعم. ولذلك حتى الآن أصبحت التدريب على العمل المصرفي مفتوح لهم ويسير، وبالتالي حتى بعضهم أرسلوا إلى دورات كبيرة وساعات. طيب جميل. تدريب كثيرة. أنا يعني بس فقط خليني باختصار لو سمحت، أشرت حضرتك. نعم. إلى مصارف أو جهات متنفذة باختصار. نعم. من تعني بها؟
كثير من المصارف بسبب الوضع الأمني الهش. يعني تحظى بحظوة، يعني لديها حظوة. نعم. لدى الجهات؟ لا مو بس حظوة وبعضها تتخضع إلى تأثيرات سياسية. نعم. وخاصة أن بعض السياسيين ممن يمتلكون أذرع عسكرية، هذول رأسا أنا غصبا علي. طيب. أنا أنفذ اللي يردوه. واضح. هذه واحدة من المشاكل. واضح. يعني خلينا نشوف دكتور أحمد صدام، يعني هنا المصارف هذه الخاصة كيف يمكن أن يكون لها دور بحقيقة الأمر، يعني فيما يتعلق بالمساهمة بتعزيز الاستثمارات المحلية، يعني كلها دور مجتمعي وأيضا خلق فرص عمل في القطاع الخاص. يعني المصارف بشكل عام لا يمكن أن يكون لها دور حقيقي ما لم تعمل على جذب المودعين. وهذا يعني الآن لو نلاحظ العراق الآن في أكثر من 70 مصرف حكومي وخاص. على سبيل المثال في تركيا هناك فقط 43 مصرف. يعني العبرة لا تكمن في عدد المصارف وإنما في الخدمات التي تقدمها هذه المصارف. والأستاذ الشيخ لي أشار إلى ذلك أنه لو توفرت لدى المصرف خدمات، مثلا خدمات الدفع الإلكتروني أو ما يعرف بالموبايل بانكينج، هذه الخدمات حينما تتوفر هذا يشجع على فتح الحسابات وبالتالي رفع مستوى الإيداعات. أيضا في المجال التجاري على سبيل المثال هناك إحصائية تقول أن العراق لا يوجد به أكثر مثلا من 4000 أو 4500 من أجهزة نقاط البيع POS، بينما لو نقارن هذا على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية هناك ما يقارب 2,000,000 جهاز، في الأردن ما يقارب 850,000 جهاز POS. هذه الأجهزة مثلا وجودها والخدمات الموجودة أكيد سوف تشجع في فتح الحسابات من أجل استخدام والحصول على هذه الخدمات وبالتالي تعزيز السيولة المالية لدى المصارف، وبالتالي هذا ممكن أن يعاد مرة أخرى ويضخ في صورة قروض في داخل الجهاز المصرفي. وبالتالي اليوم التحدي الأكبر أمام هذه المصارف هو في كيفية كسب المودعين، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يعزز من مستوى الثقة. يعني نلاحظ الآن في كل الدول حتى خدمات التأمين، خدمات دفع فواتير الماء والكهرباء كلها تجرى من خلال المصارف ومن خلال تطبيقات، لا حاجة للذهاب مثلا إلى المصرف بشكل شخصي. هذه الخدمات لو توفرت هي أكيد سوف تشكل عامل جذب في البداية، وبالتالي تدريجيا سوف يعني تكسب ثقة المودعين وتعزز قوة الجهاز المصرفي ودوره في الاقتصاد بشكل حقيقي، تقلل من مستوى الاكتناس في المنازل، وبالتالي ممكن أن تفعل الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي. طيب دكتور عبد الرحمن المشهداني باختصار لو سمحت، سيكون لها دور أيضا ضمن هذه الخطة بدعم التنمية الاقتصادية هذه المصارف؟ أنا أعتقد أن المصارف إذا فعلا اشتغلت مثل ما يريد البنك المركزي سيكون وين تشتغل لها دور. وين بتشتغل بالضبط المفروض؟ يعني هي تقديم الخدمات وتسهيلاتها. يعني بس أنا أريد أوضح مثل صغير حتى نشوف أن هذه المصارف قادرة لو لا. أنا عندي حساب بأحد المصارف ما رح أنوه عن اسمه بالدولار. من اتفاجأت أنه كل شهر دي يقطعون مني $5 لأن الرصيد انخفض أقل من $500. إحنا نتحدث عن الشمول المالي ونريد نعزز ثقة الجمهور بالمصارف وهو يقطع من حسابي شهريا $5 لأنه انخفض عن $500. من تجيني حوالة من الخارج يحولها على حسابي بالدينار العراقي ويحولها على سعر الصرف الرسمي ويقطع مني شهريا $5. فكيف ممكن المصارف أن يكون لها دور؟ أنا أعتقد أنه نحتاج إلى ثورة بموضوع المصارف بما حتى تتلائم استراتيجيتها مثل استراتيجية البنك المركزي والحكومة. نعم نعم. طيب دكتور أستاذ الشيخلي، تمويل المشاريع يعني ضمن الاستراتيجية التي لا تمولها الموازنة، ما المشاريع التي لا تمولها الموازنة باختصار لو سمحت؟ يعني هي هاي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، هذه اللي ممكن أنه المواطن يكون عنده تدفق نقدي بحيث يقدر يسدد الأقساط الشهرية اللي عليه، لكنه مو مثل ما قلت لك قبل قليل أنه يروح يسوي ياخذ قرض وتالي يروح يعدل حياته ويبدل أثاثه أو يبدل سيارته، هذا مو صحيح. المفروض أنه يكون هنالك متابعة وفعلا دراسة جدوى حقيقية. نعم. للمشروع اللي الصغير أو المتوسط هذا اللي أشكر يحبه. ضيوفي. نعم. الكرام، كان معي دكتور عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، وعبد الرحمن الشيخلي الخبير المصرفي، ودكتور أحمد صدام أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة البصرة. وسلامتكم. انتهت حلقة اليوم مباشر موضوع جديد وبالعراقي، يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقولكم بالعراقي أودعناكم.